هنروح النهاردة مكان بسيط جمال الطبيعة فيه ملأ قلوب الناس بالجمال والطيبة وخلاهم قريبين من بعض. خد نفس عميق علشان خلاص وصلنا الريف. لون السماء الزرقاء الصافي والأرض الخضراء اللي على مرمى البصر، سبحان الله في خلقه. بجد كان من أجمل الأيام اللي قضيتها، لأنه أنا بحس براحة غريبة وأنا في الأماكن الخضراء الجميلة دي. عارف تواضع يعني إيه؟ تواضع انك ما تتكبرش، انك تسال وتبقى فاهم انك فاهم في كل حاجه وعارف في كل حاجه فتقع في مشكله. تواضع انك ما تتكبرش، انك تعتذر وقت ما تغلط وتقول انا اسف. التواضع وقت ما تعرف قيمتك وقدرك، انك عند ربنا سبحانه وتعالى غالي، بس انت بين العباد وبين البشر زيك زيهم. التواضع وقت ما تعرف ان ما فيش شغلانه قليله وشغلانه عاليه، كل الشغلانات مهمه، كل الوظائف مهمه، حتى الوظائف اللي في ظاهرها انها بسيطه والوظائف اللي في ظاهرها انها عميقه ومعقده، كل الوظائف وكل الناس سواسيه عند ربنا سبحانه وتعالى. كان في تشبيه حلو قوي 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 من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن التواضع، لما قال ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول من تواضع لي هكذا وبيشاور بايده كده، يقول رفعته هكذا ويعمل بايده كده. التشبيه اللي كان بيقوله سيدنا النبي كان السيد المسيح بيقول زيه للحواريين وبيقول لهم معنى كمان مختلف، انه ان ازددت تواضعا تزداد عظمة. التواضع انك تسمع لاراء الناس التانية. التواضع انك تعترف انك ما تعرفش كل حاجة في الدنيا، مش كل حاجة تعرفها. التواضع انك تبقى عندك طموح انك تبقى احسن واحد في الدنيا، بس تبقى احسن واحد في الدنيا عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى وعشان تخدم الخلق وتنفعهم وعشان تبقى زيك زيهم، مش عشان تتكبر عليهم. دي معاني التواضع اللي احنا جايين نتكلم عنها النهارده، ولسه هنسمع معاني تانية كتير لما نقعد مع اصحابنا في حلقه النهارده من اخويا الكبير.